لقمة كرامة بنكهة وطن. ماذا بعد؟ وكيف كيف تكتب لصورة تختزل وطنا؟ وبالفقر والجوع يجلس سيف بن الديواني القرفصاء لتنتشر الصورة كالنار في الهشيم، كيف لا وهي تترجم حال العراق اليوم. جمع غفير يجلس القرفصاء لانتظار مصير وطن على المحك. انا شفت الصوره، انا بتشيت والله بتشيت. ليش اكذب عليك؟ كان التقت لي فضائيات وقالوا شنو هاي انت؟ قلت لهم عادي انا اتحمل هذا الموقف، وبتشيت وانا شفت الصوره ما عرفت روحي، لان انا الناشر الصوره. هذا الشاب الفقير، الشاب الذي اراد ان ياخذ لقمه العيش من هؤلاء السياسيين الذين سرقوا العراق وسرقوا اموال العراق. بين الديوانية وبغداد وطن جريح يلتقط أنفاسه في الساحات منذ شهور، وكأن سيف أراد أن يقول لكم: الفقير فقير وطن لا فقير مال. وسيف لهاي الساحة مال الشهداء، شوفها هاي كلها، سيف رمز، رمز لهاي ساحة الشهداء. يعني أنطانا سيف، يعني ثبتنا بأن يعني إحنا خلانا نندفع أكثر، وخلانا إذا عدنا أحد متخاذل يعني خلاه عدنا شجاعة أكثر. يعني سيف رمز للشهداء، رمز للجرح، ثبت إنه بأن يعني هو قاعد ما يخاف. يعني ما أقدر أقول لك يعني سيف شو تقول بحقه قليل. قبلة على الجبين، ما هي إلا قبلة على جبين وطن وجدوه في صورة. هكذا إذن تفتش عن وطنك المنشود بين الصور. ولأن على هذه الأرض ما يستحق الحياة، قال الشاعر وقالها سيف. رسالة للعالم إذن كما أرادها سيف، تختزل كل ما قيل وما سيقال. سويت هذه الصورة لأجل الفقراء، لأجل لا أحد يشوف، لا أوروبا، الدول العربية بكت تشوف الفقراء. يعني الفقراء عندنا تدمرت، الأيتام صارت عندنا هواي بالعراق. موطني موطني الجلال والجمال والسلام.